بشابتر 5 وصلنا عند الـ RS اللي هو Convention، وحكينا إنه لما بيكون في عندي كايرال كومباوند، يعني في عندي ستيريوجينيك سنتر كربوني في عليها أربع مجموعات مختلفة، هذول بيكونوا عبارة عن مركبين، المركب والميرور إيمج منه، وحكينا هذول بيكون واحد منهم على شكل الـ R وواحد منهم على شكل الـ S، والعلاقة بيناتهم انانشومرز. يعني إذا بسألني أي نوع من الايزومرز هذول، لما يكون عندي R و S هذول نوعهم انانشومرز. وحكينا عشان أحدد R ولا S لازم نرتب المجموعات اللي موجودة حسب الأولويات، وبعديها بنشوف هل التوزيع تاع المجموعات هاي مع عقارب الساعة، إذا بيكون في عندي اللي هي الـ R configuration، أو عكس عقارب الساعة فبيكون عندي اللي هو الـ S configuration. وشفنا أمثلة، حكينا أول إشي القاعدة بتحكي لي عشان أحدد الأولويات بنطلع على الأتوميك نمبر، تمام؟ الأتوميك نمبر بنطلعه من الجدول الدوري، كل ما بيزيد أو بيكون الأتوميك نمبر أعلى كل ما كانت الأولوية لهاي الذرة. فعلى سبيل المثال عندي Cl أكسجين كربون هيدروجين، Cl أعلى أتوميك نمبر بتاخد أعلى أولوية، بعديها الأكسجين، بعديها الكربون، وآخر إشي عندي الهيدروجين. على سبيل المثال لو أخذنا اللي هي زي المجموعات الموجودة عندي هون، حكينا كربون كربون هيدروجين نيتروجين، حكينا النيتروجين أعلى أتوميك نمبر فبيكون إلها الأولوية، بعدين هون في عندي كربون كربون، حكينا بنطلع على شو في ذرات بعد الكربون، هون على سبيل المثال في عندي هيدروجين سي اتش 3 سي اتش 3، هون في عندي ثلاثة هيدروجين، فواضح إنه هاي المجموعة أكبر فبدي يكون في إلها الأولوية أعلى، فبدي تاخذ رقم 2 بعدين سي اتش 3 رقم 3، والهيدروجين بدها تكون آخر آخر رقم. حكينا كمان لما بيكون في عندي دبل بوندز او تريبل بوندز، هذول بالعاده بيكون لهم الاولويه، لانه لما بحكي عن كربون كربون تريبل بوندز، هاي زي كانه هاي الكربونه شابكه ثلاث مرات، زي ما بنلاحظ هنا واحد اثنين ثلاث مرات شابكه على الكربونه، فبالتالي بيكون لها اولويه. كذلك الامر اذا كان عندي دبل بوند مع اكسجين. وحكينا مباشره اذا كان في عندي شكل لمركب من هذا النوع، دائما قبل ما احدد الاولويات بتاكد انه المجموعه اللي لها الاولويه الاقل موجوده بالخلف، بالعاده بتكون الهيدروجين بالخلف، يعني بدها تكون موجوده على هذا الداش لاين، ومن بعدها بنوزع المجموعات. فواضح هون عندي انه اكبر مجموعه هي CH2 CH2 CH3، كونه اللي شابكه مباشره هاي الكربون عباره عن كربون كربون كربون، بعديها عندي الـ CH3 CH2، وآخر إشي عندي اللي هي الـ CH3، فبالتالي الترتيب مع عقارب الساعة 1 2 3، فبالتالي هذا الـ R configuration. لو أخذنا منه الـ mirror image منه بده يكون التوزيع مختلف، بده يكون التوزيع بالعكس عكس عقارب الساعة، فبالتالي الـ mirror image منه مباشرة بده يكون اللي هو الـ S الـ S confirmation. واخذنا امثله على سبيل المثال بهذا المركب، عندي الهيدروجين موجوده بالخلف، ترتيب الذرات حسب الاولويات او المجموعات، عندي هاي النيتروجين حتكون لها اولويه لانه انا في عندي كربون كربون فهذا تاخذ رقم واحد، بعدين في عندي كربون دبل بوند، هون عندي كربون عليها هيدروجينات فهاي اكيد بيكون لها الاولويه فرقم اثنين، واخر شيء عندي سي اتش 3 رقم ثلاث، فاحنا بنمشي عكس عقارب الساعه 1 2 3، فبالتالي هذا بيكون اللي هو الاس الاس كونفيجريشن. حكينا لما بيكون في عندي الهيدروجين مش موجوده بالخلف بنحاول انه نغير شكل هذا المركب بحيث تكون الهيدروجين بالخلف، فعملنا انه قلبنا هذا المركب، صارت عندي البنزين اللي هي هاي المجموعه موجوده على اليسار، فبالتالي صار عندي الهيدروجين والان اتش 2 بدل ما كانوا للامام صاروا للخلف، وهدول المجموعتين اللي كانوا للخلف صاروا للامام. وزعنا اللي هي حسب الأولويات نفس المثال السابق، النيتروجين رقم واحد بعدين البنزين رقم اثنين وسي اتش 3 رقم ثلاث، فصار عندي اللي هو مع عقارب الساعة أو اللي هو ما يسمى ما سميناه بالـ R configuration. حكينا هاي الأولويات برضو بنطبقها على اللي هي نظام السيس والترانس أو اللي هم سميناهم الـ E والزد. حكينا الـ E بتمثل لي اللي هي الترانس، والزد اللي هي بتمثل لي السيس، فبالتالي اذا كان في عندي الكين باجي على الدبل بوند، بنقسم الدبل بوند تمام، وبنطلع على الكربونه اللي على الاولى اللي على الدبل بوند شو المجموعات اللي عليها، عليها بي ار وعليها ايودين، مين اللي له اولويه اكبر، الايودين لها اولويه اكبر فبالتالي بنعلمها.
بعدين على الجهة الثانية في عندي فلور وكلور، الكلور لها أولوية أعلى لأنه الأتوميك نمبر للفلور أعلى. طبعا دائما بالجدول الدوري الترتيب فلور كلور بروميود، فكل ما كنا لتحت كل ما كان الأتوميك نمبر أعلى. فبالتالي حددنا انه الاي والسي ال هم اكبر مجموعتين، هذول اكبر مجموعتين موجودين بنفس الاتجاه. دائما اذا بنفس الاتجاه بنحكي عن سيس، والسيس حكينا هو نفسه الزد، فهذا المقطع اللي هو الزد بده يكون موجود بالاسم عشان ندل انه هذول المجموعتين موجودين بنفس المكان. طبعا هذول بيكونوا لو يعني اذا كان في عندي ترانس من هذا المركب بنسميهم اللي هم ايزومرز، وهدول برضو بيكونوا عباره عن دايستيريو ايزومرز، رح نيجي نحكي عنهم بمحاضره اليوم. بالمثال الثاني بنفس الاسلوب سي ال بي ار، البي ار لها اولويه، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 لها اولويه اكبر، فبالتالي صار في عندي مجموعتين موجودين عكس بعض، فهذا بده يكون اللي هو الترانس او اللي هو اللي سميناه الاي. واخذنا امثله، على سبيل المثال هنا في عندي هيدروجين سي اتش 2 سي اتش 3، سي اتش 2 سي اتش 3 اكبر من الهيدروجين، كذلك الامر عندي هيدروجين سي اتش 3 هاي لها اولويه اعلى، فبالتالي المجموعتين اللي لهم اولويه اعلى موجودين عكس بعض، هذا ترانس او اللي هو سميناه بالاي. فالاي هون بدني انه المجموعتين اللي لهم اولويات اللي على الدبل بوند موجودين عكس بعض. كذلك الامر حكينا لما بيكون في عندي انانشومرز يعني كايرال كومباوند الار والاس، هدول الار والاس بيكون لهم نفس الخصائص اللي هي ميلتينج بوينت بويلينج بوينت والسوليوبيليتي، ولكنهم بيختلفوا مع طريقه تفاعلهم مع البولارايزد لايت. وحكينا البولارايزد لايت اللي هو اللايت اللي بيكون في اتجاه واحد، فحكينا في عندي اللي هم مركبات ممكن توجه الضوء باتجاه لليمين مثلا او لليسار، تمام؟ وحكينا بناء على الاتجاه بنعلم اللي هي بقيمه بالاشاره اللي بتدلني على الاتجاه، اذا كان عندي على اليمين موجب، اذا كان عندي على اليسار سالب. طبعا زي ما حكينا ما في علاقه بتربط لي بين الار والاشاره الموجوده عندي هون، يعني ممكن يكون الار بوزيتيف وممكن يكون الار نيجاتيف. فبنلاحظ هذول المركبين عباره عن ميرور ايمج، عباره عن انانشومرز، فبالتالي بيعطوني الناس نفس السبيسيفيك روتيشن، نفس المقدار الانجل اللي بيزيحوها، ولكن باتجاه مختلف. وبعدين تعرفنا على الفيشر بروجكشن، حكينا الفيشر بروجكشن هي طريقه ابسط لانه نرسم فيها الكايرال كومباوندز مباشره، بنرسم زي اشاره الزائد الكربون اللي بالنص عليها اربع مجموعات مختلفه. نفس الاشي حكينا هنا اللي هو الاتجاه العمودي بيمثل لي اللي هو للخلف، فبالتالي دائما الاقل اولويه لازم تكون على العمودي اما للاعلى او للاسفل ما بتفرق. بعدين بنحدد الاولويات وبنحدد ار ولا اس. فبهذا المثال السي ال اكيد تاخذ رقم واحد، اعلى اتوميك نمبر، اعلى من الكربون بهاي الحاله. بعدين في عندي سي اتش 2 سي اتش 3 بدها تكون رقم 2، وعندي سي اتش 3 اللي على الجهه بدها تكون رقم 3، فاحنا بنمشي باتجاه مع عقارب الساعه 1 2 3، فبالتالي هذا بده يكون اللي هو الار configuration. وبهذا المثال حكينا انه هذا عندي على سبيل المثال الار، اذا بدي ارسم منه الاس مباشره زي كانه بدي اتخيل انه في عندي ميرور موجوده هون، وبدي اعكس هذا المركب على الميرور، فالهيدروجين اللي قريب بضلها قريب، السي اتش 3 بتضلها بنفس المكان، سي اتش 2 بضلها مكان بنفس المكان، والاو اتش بتنتقل للمكان اللي بعيد. الآن إذا كان هذا المركب R مباشرة الميرور ايمج منه بدها تكون S، شو العلاقة بيناتهم؟ هذول الاثنين عبارة عن enantiomers. الآن راح نبلش نحكي عن اللي هو لما يكون في عندي بالمركب أكثر من stereogenic center. لما بنحكي عن أكثر من stereogenic center عدد الايزومرز راح يزيد. لما حكينا عن إنه 1 stereogenic center حكينا في عندي two structures، تمام، او two compounds سميناهم enantiomers، ولكن الان مع زياده عدد الكايرال سنتر حيزيد عندي عدد الايزومرز. فعلى سبيل المثال 2 برومو 3 كلوروبيوتين هذا المركب، بنلاحظ انه في عندي هون ستيروجينيك سنتر. ليش حددنا هاي كستيروجينيك سنتر؟ لانه عليها سي اتش 3، عليها بي ار، عليها هيدروجين، عليها هاي المجموعه كامله، فبالتالي عليها اربع مجموعات مختلفه. نفس الشيء بالنسبه لذره الكربون، هاي عليها هيدروجين، عليها سي ال، عليها سي اتش 3، وعليها هاي المجموعه، فعليها اربع مجموعات مختلفه، فبالتالي عندي بهذا الاستراكشر
two stereogenic centers. وممكن يكون مركب طبعا فيه ثلاث واربعه وخمسه الى اخره. الان زي ما حكينا كل ما بيزيد عدد الستيروجينيك سنترز كل ما بيزيد عندي عدد الايزومرز، فالعلاقه بتحكي لي انه الماكسيمم نمبر اوف ايزومرز ماكسيمم نمبر اوف ستيريو ايزومرز هو 2 مرفوع للقوه ان، وان هون بتمثل لي عدد الستيروجينيك سنترز. فبالتالي اذا كان في عندي 2 ستيروجينيك سنتر فانا بحكي عن 2 مرفوع للقوه 2، فانا بحكي عن ماكسيمم possible isomers يساوي 4. فبالتالي لما يكون عندي 2 stereogenic centers ممكن يكون في عندي 4 possible stereo isomers. ولكن من ضمن الأربعة هذول كم واحد enantiomers؟ ودائما حكينا enantiomers انه يكون mirror image but not superimposed، يعني mirror image من المركب ولكن غير متطابقين. هذا بيساوي الاثنين مرفوع على القوة n على على 2. فبالتالي اذا كان في عندي 2 stereogenic centers زي المثال هذا على عندي على الاقل او عندي ماكسيمم بالكثير في عندي اللي هو 4 تقسيم 2 عندي 2 enantiomers. فانا حكينا بالاصل اذا عندي 2 stereogenic centers عندي ماكسيمم 4 possible isomers نصهم بده يكون عباره عن enantiomers. فبهذا المركب زي ما حكينا عندي 2 stereogenic centers فانا maximum number of stereo isomers كل الايزومرز اللي ممكن يكون عندي 2 مرفوع للقوه 2 4، maximum number of enantiomers بده يكون هاي الاربعه تقسيم 2. فبالتالي رح نيجي نتعرف على شو هم الماكسيمم او الاربعه possible stereo isomers ومين بيناتهم اللي هم الانانشومرز. فناخذ نفس المثال، حكينا باثنين برومو 3 كلورو بيوتين، هذا المركب في عندي 2 ستيروجينيك سنترز اللي هم حددناهم الكربوني هاي والكربوني هاي. الان شو الخيارات الموجوده عندي؟ على سبيل المثال هون عندي اول كربوني تكون ار، ثاني كربوني تكون ار. فاحنا زي كانه عندي ار ار، وهون راح نحدد اللي هي كربوني رقم 2 ار، كربوني رقم 3 ار. الان لو اخذنا منه اللي هو الميرور ايمج، طبعا هذا هو الميرور ايمج، هذا الميرور ايمج منه مستحيل انه يتطابق عليه ولا باي شكل من الاشكال، اي روتيشن راح تعملها راح يغير مكان الذرات وبالتالي ما بيتطابقوا على بعض. فدائما نكون متفقين هذول الاثنين عباره عن انانشومرز، مستحيل يكونوا في اي تطابق بيناتهم، لانه اذا حتى بدنا نقلب هذا المركب بدنا نلاحظ انه سي اتش 3 بدل ما كانت لجوا بدها تصير ل لا لبرا، فبالتالي ما بتطبق على اللي هو المركب الموجود على على على, على اليسار. الان كونه حكينا هذا ميرور ايمج منه فبالتالي الار بدها تصير اس والار الثاني بدها تصير اس، فالانانشومر منه دائما اس اس. فاذا كان في عندي مركب 2 ار 2 ار 3 ار تمام او ار ار، الانانشومر منه بده يكون عباره عن اس اس. فهذول اثنين زي ما حكينا عباره عن ميرور ايمج ولكنهم غير مطابقات، فهم بسميناهم ايش؟ عباره عن انانشومرز. الستيريو كيمستري لكل واحده منهم، هذه عباره عن ار، هاي عباره عن ار، هذه عباره عن اس، وهذه عباره عن اس. الان اذا بنيجي بنحكي في عندي خيار ثاني، لو على سبيل المثال بدلت مكان الهيدروجين، يعني خليت هذا الجزء الاسفل ثابت او خليت الجزء الاعلى ثابت وغيرت بس ما بين السي ال والهيدروجين، فبالتالي راح ينتج عندي هذا المركب. هذا المركب الذره الاولى عباره او الكربون ستيروجينيك سنتر الاولى عباره عن ار، الثانيه كوني عكست مكان الهيدروجين مع السي ال صارت اس. بنلاحظ انه هذول الاثنين مش ميرور ايمج ولا هذا مع هذا، ما في اي مجال انه هذول الاثنين يتطابقوا. بنلاحظ انه الهيدروجينات بنفس الاتجاه ولكن هول الهيدروجينات مش بنفس الاتجاه، ولكن هذا المركب الميرور ايمج منه راح يعطيني الار بدها تصير اس والاس بدها تصير ار، فبالتالي طلع عندي ار اس وطلع عندي هون اس ار. شو العلاقه بيناتهم؟ بتطلع مباشره كون الار صارت اس والاس صارت ار، فهذول الاثنين مباشره العلاقه بيناتهم انانشومرز. فهذول هم الاربعه ستيريو ايزومرز على الاقل. على الاقل حكينا النمبر اوف انانشومرز، هي في عندي 1 انانشومر واحد والانانشومرز الثانيين، فعندي 2 انانشومرز او 2 انانشومرز انانشومر بير، يعني عندي هذا زوج من الانانشومرز وهون عندي زوج من الانانشومرز. فبالتالي في عندي اللي هو هذا الزوج من الانانشومر وهذا الزوج من الانانشومر. طبعا مره ثانيه العلاقه بين الار ار اس اس انانشومر، العلاقه بين ار اس اس ار انانشومر، لكن رح نيجي نتعرف الان انه العلاقه بين مثلا اس اس والار اس هي مش انانشومرز،
هذول بنسميهم دايا ستيريو ايزومرز. فتعريف الدايا ستيريو ايزومرز ان يكون لهم نفس الصيغه تمام، ولكن يكونوا مش ميرور ايمج ومش سوبر امبوزد، بمعنى اخر هذول المركبين مش ميرور ايمج من بعض، فبالتالي كونهم مش ميرور ايمج من بعض هذول بنسميهم دايا ستيريو ايزومرز. والدايا ستيريو ايزومرز مختلفين عن الانانشومرز، حكينا الانانشومرز لهم نفس الخصائص ميلتنج بوينت بويلنج بوينت، الدايا ستيريو ايزومرز بيكون لهم ميلتنج بوينت مختلفه وبويلنج بوينت مختلفه وسوليبيليتي مختلفه، كذلك الامر بيكون لهم الدايركشن والسبيسيفيك روتيشن بيكون لهم مختلف. مره ثانيه زي ما حكينا هذول المركبين ميرور ايمج الموجودين عندي هون سميناهم انانشومرز، هذول الاثنين الموجودين عندي هون انانشومرز، ولكن اي واحد من المركبات اللي على اليمين مش ميرور ايمج للمركبات اللي على اليسار، هذول المركبين مش ميرور ايمج وبالتالي سميناهم دايا ستيريو ايزومرز. اذا كان في عندي ميرور ايمج انانشومرز، اذا ما كان في عندي ميرور ايمج زي ما بنلاحظ بالمثال هون كان عندي اس 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 ار تمام، هذول بنسميهم دايستيريو ايزومرز، كذلك الامر ده كان عندي ار ار مع ار اس هذول بنسميهم دايستيريو ايزومرز، اذا كان عندي ار ار مع اس ار كذلك الامر دايستيريو ايزومرز، اذا كان عندي ار اس مع اس ار كذلك الامر دايستيريو ايزومرز. هذول العلاقه بيناتهم، ولكن العلاقه بين الار اس والاس ار الار اس والاس ار اللي هم عباره عن انانشومرز. كيف عرفنا من غير ما نعرف الاستراكشر تمام؟ طبعا انت بالامتحان مش حكون محدد لك ار واس، لازم انت تحدد ار واس وبناء عليها تشوف اذا كان الار صارت اس والاس صارت ار فهذول بيكونوا انانشومرز، بس اذا صار عندي الار صارت اس والاس ظلت اس هذول بنسميهم دايا ستيريو ايزومرز، دايا ستيريو ايزومرز. بهذا المثال مثلا بيحكي لي عندي اللي هو الفيشر بروجكشن بيحكي لي كم عدد الستيريو جينيك سنترز، او بيحكي لي هاو ماني ايزومرز تمام ار بوسيبل. طبعا عشان اعرف عدد الايزومرز البوسيبل لازم اعرف عدد الستيريو جينيك سنترز. طبعا كيف بدي اعرف عدد الستيريو جينيك سنترز؟ زي ما حكينا بدنا نشوف شو وين موجود عندي او كم موجود عندي من الكربونات اللي عليها اربع مجموعات مختلفه. فزي ما بنلاحظ هون على سبيل المثال في عندي كربونة عليها او اتش عليها هيدروجين عليها سي اتش او او اللي هي عبارة عن الدهايد جروب، وعندي هاي المجموعة كلياتها، فبالتالي هذه عبارة عن ستيريوجينيك سنتر. كذلك الامر هاي المجموعة عبارة عن ستيريوجينيك سنتر عليها او اتش عليها هيدروجين عليها هذا الجزء كامل اللي هو مختلف عن الجزء اللي بالاسفل، فعليها اربع مجموعات مختلفة، هذه كمان ستيريوجينيك سنتر، هاي برضو ستيريوجينيك سنتر وهاي برضو ستيريوجينيك سنتر، فبالتالي عندي أربعة ستيريوجينيك سنترز. عشان أطلع عدد الايزومرز حكينا هي عبارة عن اثنين مرفوع للقوة N اللي هي عدد الستيريو ايزومرز، فبدي يكون عندي اثنين ما مرفوع للقوة أربعة، فهيك بالتالي بنطلع عدد الستيريو ايزومرز. الآن هل هاي الكربوني كاي ستيريوجينيك سنتر ولا لا؟ لا، لأنه في عندي هنا هيدروجينتين. هل هاي عبارة عن ستيريوجينيك سنتر؟ تمام لا، لأنه ما في عليها أربع مجموعات وهي عاملة أصلا دبل بوند، ودائما لما يكون عندك كربون دبل بوند هذه ما في عليها ستيريوجينيك سنتر، لازم تكون كربون كل اللي حواليها سنجل بوند. الآن رح نيجي على تعريف الميزو كومباوندز تمام. على سبيل المثال لو كان في عندي 2 3 دايكلورو بيوتين، عندي هذا المركب، هذا المركب برضه بنلاحظ انه في عندي هنا كايرال سنتر، في عندي هنا كايرال سنتر او ستيريوجينيك سنتر، فبالتالي هذا المركب عندي اربعه او عندي 2 ستيريوجينيك سنترز، فالماكسيمم طبعا دائما راح احكي ليش حكينا الماكسيمم، ماكسيمم نمبر اوف ايزومرز يعني اكبر عدد من الايزومرز ممكن يكون لهذا المركب، زي ما حكينا على القاعده 2 مرفوع للقوة 2 4 مركبات. لكن هذا المركب في شيء مختلف عن المركبات السابقة اللي حكينا عنها، اللي هو في عندي ما يسمى بالبلين اوف سيمتري. بلين اوف سيمتري اللي هو بلين بقسم لي هذا المركب لنصفين متماثلات. فهذا المركب صحيح انه في ستيروجينيك سنتر، ولكن بنلاحظ انه الجزء اليمين تمام هو نفسه الجزء اليسار. الان لو بدنا نيجي نحكي عن البوسيبل ايزومرز، ففي عندي على سبيل المثال انه يكون في عندي ار ار مع اس اس، العلاقه بيناتهم هذول انانشومرز، هذول المركبين مستحيل انهم يتطابقوا على بعض، يعني لو تيجي تفكر انه تحكي انا بدي الف هذا المركب بهذا الشكل تمام، يعني اجي الفه ب 180 درجه،
هذا المركب ما راح يتطابق، ما راح يتطابق على بعض، تمام؟ لانه دائما زي ما حكينا بدنا السي ال هاي، اذا بدك تلفه ب 180 درجه السي ال هاي راح يصير مكانها هون، فبالتالي ما بتطابق. ولكن اذا بنلاحظ الان لما صار عندي بدل ما كان عندي سي ال هيدروجين صار في عندي سي ال سي ال هيدروجين هيدروجين مع هذا المركب اللي هو الميرور ايمج منه، لا هذول المركبين بتطابقوا تماما. يعني لو جبت هذا المركب ولفيته ب 180 درجه، سي اتش 3 اللي بالاسفل بدها تصير سي اتش 3 بالاعلى، فتطابقت. سي اتش 3 اللي بالاعلى بدها تصير سي اتش 3 بالاسفل. بالنسبه للهيدروجين، كون الهيدروجينات موجوده موجودين هون هم نفس المجموعه، فبالتالي لو قلبت هذا المركب راح تركب الهيدروجين على الهيدروجينه وراح تركب السي ال على السي ال، فبالتالي هذول الاثنين ميرور ايمج صحيح ولكنهم سوبر امبوزد، تمام؟ ليش سوبر امبوزد؟ السبب انه هذا الجزء، تمام، اللي بالاسفل مكافئ للجزء اللي الجزء اللي بالاسفل مكافئ للجزء اللي بالاعلى، فبالتالي اذا بعمل روتيشن يعني بعمل دوران ب 180 درجه هذول المركبين بصيروا متطابقات، وكونهم بتطابقوا فهذول هم ايدنتيكال، هذا المركب ما بيكون كايرال، هذا بنسميه ميزو. فنيجي نعرف شو الميزو ونعيد اللي حكيناه. ميزو كومباوند، تمام، انه لما بيكون في عندي بلين اوف سيمتري وفي عندي تو كايرال سنترز، تمام، زي المثال الموجود عندي هون، هذول بيكونوا ما بيكون في عندي مركبين، بيكون في عندي مركب واحد، هذا المركب بنسميه اللي هو الميزوفورم، وهذا المركب بيكون اي كايرال. فاذا كان في عندي مركب زي هذول، يعني مثلا هون في عندي ثلاثه ايزومرز باعتبار انه هذول اثنين مركب واحد، هذا المركب بنسميه ميزو، وهذا الميزو بيكون اي كايرال حتى لو في تو ستيروجينيك سنتر، اذا في بلين اوف سيمتري زي هذا المثال هذا بيكون اي كايرال. بمعنى اخر اذا بنسلط عليه اللي هو البولارايز بولارايزد لايت ما بصير في عندي اي روتيشن، اي تغيير بالزاويه تاعت اللايت. فبالتالي اذا بيسالني شو العلاقه بين هذول المركبين بطلع ار ار اس اس، تمام، ما في عندي بلين اوف سيمتري بهاي الحاله، بهذا الشكل ما في عندي بلين اوف سيمتري. بمعنى اخر اذا جيت احط خط هون بهذا الشكل، الجزء الاعلى لا يساوي الجزء الاسفل، تمام، ليس مماثل له، لان هون في عندي هيدروجين وهون في عندي سي ال، فبالتالي هذول الاثنين عباره عن انانشومرز. ولكن اذا جيت رسمت هذول وطلعت انه في عندي بلين اوف سيمتري، تمام، يعني هي هيدروجين هيدروجين سي اتش 3 سي اتش 3 سي ال سي ال، فبعرف انه هذول الاثنين مش ايزومرز، هذول الاثنين ايدنتيكال كومباوند، والعلاقه او 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 اسمهم ميزو، وهذول بيكونوا اي كايرال. المهم نعرف انه اي كايرال. ناخذ هذا المثال، عندي هذا المركب بهذا المركب زي ما بنلاحظ في عندي اللي هو التارتريك اسيد، في عندي تو كايرال سنترز، طبعا زي ما حكيت مره ثانيه بالامتحان انا ما حدد لك انه هذول التنتين عباره عن كايرال سنترز، لازم تكون تعرف. فبالتالي بعرف هاي الكربونه عليها او اتش، هاي اول مجموعه، عليها هيدروجين هي ثاني مجموعه، عليها سي دبل بوند او مع هاي ثالث مجموعه، وعليها كل هذا هيك مع بعض رابع مجموعه، فعليها اربع مجموعات مختلفه، والثاني عليه اربع مجموعات مختلفه. الان اذا بنلاحظ هذا المركب كذلك الامر موجود في عندي في بلين اوف سيمتري، بمعنى اخر اذا برسم خط من هون الجزء اللي على اليمين هو نفس الجزء اللي على اليسار، فبالتالي لما بدك تيجي ترسم الايزومرز اعرف انه حترسم ثلاثه ايزومرز. اول ايزومرز راح نرسمهم، راح نرسم اللي هي بطريقه الفيشر بروجكشن، تمام، ونلاحظ انه زي ما حكينا بطريقه الفيشر بروجكشن احنا راح نرسم على شكل خطوط، فاذا كان في عندي تو ستيروجينيك سنترز، تمام، مباشره بنروح نرسم خط يتقاطع مع خط ثاني يتقاطع معه ونوزع المجموعات. ففي عندي سي او 2 اتش اللي هي عباره عن هاي المجموعه الكربوكسيليك اسيد، بعدين في عندي هاي الكربونه، هاي الكربون ستيروجينيك سنتر عليها هيدروجين عليها او اتش، فحطينا هيدروجين حطينا او اتش، بعدين جينا على الكربونه الثانيه عليها كمان هيدروجين وعليها او اتش، بعدين عليها سي او 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 اللي هي سي او 2 اتش، فوزعناهم بهاي الطريقه. الان اذا حطينا الاو اتش هون وهون الاتش، تمام، فهذا بده يكون بدي ارسم منه ميرور ايمج، فبنروح مباشره بنرسم منه ميرور ايمج، وهذول الثنتين بيكونوا عباره عن انانشومرز. اذا الاول هذا كان ار ار فالثاني مباشره بده يكون اس اس.
الآن لما بدي أجي أرسم الثالث بدي أحط الـ OH والـ OH بنفس الاتجاه والهيدروجين والهيدروجين بنفس الاتجاه. هذا ما بروح برسم له ميرور ايمج لأنه إحنا اتفقنا في عندي بلين أوف سيمتري، هذا ميزو كومباوند تمام اللي هو بيكون عبارة عن RS، ما في منه ميرور ايمج نحكي SR لأنه حكينا هذا راح يكون متطابق تماما. نلاحظ إنه الإنانشومرز لهم نفس البروبرتيز، نفس الميلتينج بوينت، لهم نفس السبيسيفيك روتيشن ولكن الاتجاه مختلف. بينما بالنسبة لهذا المركب اللي سميناه ميزو تمام عندي اللي هو السبيسيفيك روتيشن زيرو، معناته هذا اي كايرال تمام، طبعا لانه اي مركب ما بيغير الضوء هذا عبارة عن اي كايرال، والميلتينج بوينت بنلاحظ انه مختلفة عن المركبات الثانية. هذول الثنتين من علاقة بيناتهم انانشومرز، ولكن العلاقة بيناتهم مع المركب الثالث سميناها دايا ستيريو ايزومرز. ليش دايا ستيريو ايزومرز؟ لانه حكينا هذول الاثنين مش ميرور ايمج. فكملخص تمام للايزومرز اللي احنا حكينا عنهم، حكينا انه انا ممكن يكون في عندي، طبعا نحكي عن اللي هو الكونفورمرز تمام اللي هم او الكونفيجريشنال ايزومرز، هذول لما كنا نحكي عن اللي هم الالكين تمام، لما سنجل بوند لما يكون عندي بس رابطه ثنائي رابطه احاديه زي لما كنا نحكي عن الاستجرد والكليبس. الان لما بلشنا نحكي عن الستيريو كيمستري بلشنا نحكي عن الكايرال والاي كايرال، حكينا الكايرال بيكونوا ميرور ايمج وما بيتطابق مع نفسه، الاي كايرال بيكون عباره عن ميرور ايمج متطابقه مع الصوره تاعتها. حكينا عن الانانشومرز، حكينا بيكونوا الانانشومرز ميرور ايمج تمام بس ما بيتطابقوا، بده يكون في عندي ستيريوجينيك سنتر. الدايستيريو ايزومرز بيكونوا عبارة عن نفس الصيغة ولكن ما بيكونوا عندي ميرور ايمج، ولكن لهم نفس الكونفيجريشن على الاقل لوحدة من الستيريو جينيك سنترز. فبالتالي الانانشومرز بيكونوا ميرور ايمج، الدايستيريو ايزومرز ما بيكونوا ميرور ايمج. فبالتالي لما بنيجي بنحكي عن السيس والترانس، هذول السيس والترانس زي ما حكينا مش ميرور ايمج، فبالتالي هم ستيريو ايزومرز ولكنهم اي كايرال لانه حكينا احنا ما في عندي ولا ستيريوجينيك سنتر هون. لما حكينا عن الاستجرد والكليبس لما كان في عندي اللي هو الالكينز، هذول سميناهم كونفورمرز، و هذول برضه بنسميهم دايستيريو ايزومرز او دايستيريو كونفورمرز. الار والاس هذول مباشره بنسميهم انانشومرز زي ما حكينا. وعندي اللي هو تعريف الميزو، حكينا الميزو بيكون عبارة عن identical، والسبب انه بيكون في عندي اللي هو البلين اوف سيمتري. فالميزو انه يكون عندي two stereogenic centers، في عندي بلين اوف سيمتري بيقسم لي المركب لنصين تمام، بالتالي هذا ما بيكون في منه two enantiomers، هذا بيكون مركب واحد فقط اللي هو الميزو. والميزو نتذكر انه هو A chiral تمام، يعني ممكن اعطيك هذا المركب في الامتحان احكي لك هذا chiral ولا A chiral، اذا في عندي plane of symmetry وفي عندي two stereogenic centers مباشرة بتحكي لي هذا A chiral. الان اذا بتتذكروا واحده من الرياكشنز اللي تعرفنا عليها لما كنا نحكي بالالكينز اللي هي الاديشن رياكشن، مثلا اني افاعل الكين مع اتش بي ار، حكينا بهاي الحاله بنروح نضيف الهيدروجين على ذره الكربون عليها هيدروجين اكثر والبي ار على الذره الثانيه وبنحول الدبل بوند لسنجل بوند. بهذا السكشن راح نحكي عن التفاعلات تمام اللي بتحول لي الاي كايرال كومباوندز لا كايرال كومباوندز. فعلى سبيل المثال لما بفعل الواحد بيوتين مع الاتش بي ار راح يطلع عندي هذا الناتج، بهذا الناتج بنلاحظ انه صار في عندي ستيروجينيك سنتر، هون ما كان في عندي اي ستيروجينيك سنتر ولكن بهون صار في عندي نشا ستيروجينيك سنتر، في عندي هيدروجين سي اتش 3 بي ار، في عندي سي اتش 2 سي اتش 3 بي ار، ففي عندي اربع مجموعات مختلفه. فبالتالي في كيميكال رياكشنز بتحول لي الاي كايرال تمام لكايرال كومباوندز. الان شو الستيريو كيمستري لهذا، هل هو ار ولا اس؟ النوع هذا من الرياكشن بيعطيني جميع الاحتمالات، بمعنى اخر بيعطيني 50% ار 50% اس، يعني بيكون في عندي تو ديفرنت كومباوندز، بده يكون عندي واحد اللي هو الار وبده يكون عندي الاس. شو نسبتهم؟ 50% 50%. اذا كانت نسبتهم 50% 50% هذا بنسميه اللي هو راسيميك ميكستشر. فتعريف الراسيميك ميكستشر انه يكون عندي 50% من الار و 50% من الاس، 50% من الار 50% من الاس.
طبعا بهاي الحالة كذلك الأمر ممكن يكون في عندي اللي هو مركب جديد، أبلش من كايرال كومباوند زي هذا المركب. في اوريدي عندي ستيريوجينيك سنتر، لما بدي أجي أضيف عليه ال H بي آر بده ينتج عندي هذا المركب اللي هو فيه 2 ستيريوجينيك سنترز، 2 ستيريوجينيك سنترز. هذول ال 2 ستيريوجينيك سنترز زي ما حكينا بده يكون في عندي اللي هو ال آر آر، بده يكون في عندي ال أس أس، وبده يكون عندي اللي هو ال أس آر وال آر وال آر أس. هيك بنكون انهينا ان شاء الله شابتر 5. اذا في اي اسئله راح افتح مجال للاجابه عنها.